تنجم تخدم في واحد راك لازم تحطها في مخك، راك تنجم تخدم في اي وقت، تنجم تخدم في كامل تراب الجمهوريه. نقيب من بوعلي رئيس مصلحه بيدار العام الحرس الوطني، منتدب منذ مارس 2012، بتحصل على الاستاذيه في الحقوق من كليه العلوم القانونيه والسياسيه والاجتماعيه بتونس، وتم انتداب وزاره الداخليه انتداب مباشر. دخلت الامن بقناعه شخصيه، كانت عندي برشا مجالات نجم ندخل لهم، كانت يستهويني اكثر، كان يستهويني العمل بوزاره الداخليه اكثر من سلك المحاماه والقضاء. قعدت نشوف لي زوكازيون، بعثت في مناظره وطنيه عن قناعه، عن حب، عن شغف، والحمد لله ربي توجني بالنجاح في المناظره هذه، رغم اللي هما كانوا طالبين كان 3 بنات كهوا ليبوك. ودونك عليك تم انتدابي بالصفه هذيك، دربت في بير مراقبه وبعد دخلت لدار عمل الحرس الوطني. تجربتي كامنيه نجم نقيمها بعد 8 سنوات من عمل، تجربه متميزه. علاش؟ خاطر انا كي دخلت في 2012 وتم انتدابي، اول اداره نحبها برشا عزيزه على قلبي هي اداره حرس المرور. تجربتي غاديكا كانت هي نقطه بدايه نجاحي وتعريف اسمي في الاداره العامه للحرس الوطني. نجحت في المصحه اللي كنت نسير فيها، وميم طون لقيت الاداره الحقيقه فتحت لي ايديها. الاداره تفهم، معناتها حبت اللي انا نكون، معناتها نفرض روحي مي كومبيتونس، وهذاك اللي صار. هذاك علاش تجربتي غاديكا نحسها تجربه محلاها وراضيه لحد الان الحمد لله. وكيما طمحت رئيس مصلحه وخذيتها، ان شاء الله نطمح توا نطمح رئيس دار وان شاء الله ناخذها. انا نشجعهم بيرسونيلمون على الدخول الى وزاره الداخليه، لكن على شرط انك تكون انت بالحق تحب تدخل الوزاره، اللي انت عندك الكفايات والمهارات وعندك ما عندك، عندك صفه نكره الذات وعندك صفه الانضباط وعندك فريمون معناتها الحب انك تخدم وتنتمي الى القوات الحامله للسلاح اون جينيرال، باسكو سي با فاسيل. وانا نزيد ننصحهم ونشجعهم ونقول لهم راهو القادم احلى واللي جاي خير، على خاطر راهي المراه توا بدات في مرحله كبيره في وزاره الداخليه، ما عادش في الريزيستونس، ولات في اون ايتاب توا دامبلونتاسيون، وإل سامبوز وإل ديكروس سي بوست. دونك المستقبل نقول انا الجيل القادم باش يكون ساهل برشا 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 برشا.